مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية أمين. أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم كلهم الأجر السماوي. Hey, 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 hey.
Ευλογητός Κύριος, ο Θεός και στους αιώνας. Αμήν. Νιέθνος τύρωες μου, έπτσοης μαρωές μου, ερώφεν γέννη λαός τύρω, και απεφνάει τα γροερή εγών, ο ότι μεθ μη εν τεψόης, σώψα είναι αμήν. Αλληλούια. قبلتنا إليك وأشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. اطلبوا لك يرحمنا الله ويترأف علينا ويسمعنا ويعيننا وأقبل سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين واجعلنا مستحقين ننال من شركة أسراره المقدسة المباركة لمغفرات خطايانا يا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر منحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرات الناس الأشرار وقيام الأعداء الخافين والظاهرين انزعها عنا وعن سائر عن هذه المائدة المقدسة وعن موضعك المقدس هذا والصالحات والنافعات فارزقنا يا أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب كل قوة العدو Ah
عبيدك يا رب وخدام هذا اليوم أبي القمص الدياكونين والكليروس وكل الشعب وضعفي فليكونوا محللين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس من فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية أفوال 12 رسولا في مناظر إلى إنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد والبطريرك القديس ساويروس معلمنا ديسكوروس القديس أثناسيوس الرسولي والقديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة القديس يوحنا ذابي الفم القديس كيريلوس القديس باسيليوس القديس غروريوس من أفواه 318 مجتمعين بنقيا 150 بقسطنطينية 200 بأفسوس فما بين المكرم رئيس الكهنة البابا الأنبا تودروس الثاني ومن فم حقارتي لأنه مبارك من أجل اسمه القدوس أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ودار الدرك الله آمين. Yeah.
Samuel be homologet ise choi sariemos man biko evolen tenen novi ikeni el si enten io eso la en bagne ar si es abasa na dios pi abos toli gos nem abatire los despelos Doskoros hepsenti orthodoxeiam ava kirillos vimaso Ave Maria,
البولس من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين، بركته علينا آمين. بأنواع كثيرة وأشباه متنوعة كلم الله آبائنا بالأنبياء منذ البدء، وأما في هذه الأيام الأخيرة فكلمنا في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء وبه خلق الدهور، الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل الكل بكلمة قوته، وبه صنع تطهير خطايانا، جلس عن يمين العظمة في الأعالي صائرا مختارا أفضل من الملائكة بهذا المقدار، كما إنه ورث اسما ممتازا أكثر منهم، لأنه لمن من الملائكة قال قط: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك، وأيضا أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا، وأيضاً متى دخل البكر إلى المسكونة يقول: ولتسجد له كل ملائكة الله، وعن الملائكة يقول: الصانع ملائكته أرواحاً وخدامه لهيب نار، وأما عن الابن فيقول أيضاً: كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، وقضيب الاستقامة هو قضيب ملكك، لأنك أحببت العدل وأبغضت الظلم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك بزيت الابتهاج أفضل من أصحابك. وأنت يا رب منذ البدء أسست الأرض، والسماوات هي عمل يديك، هي تبيد وأنت تبقى، وكلها كثوب تبلى وكرداء تطويها فتتغير. وأما أنت فأنت وسنوك لن تفنى. ثم لمن من الملائكة قال قط: اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك. أليس جميعهم أرواحاً خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاصة؟ لذلك يجب أن نصغي بالأكثر إلى ما سمعناه لئلا نسقط، لأنه إن كانت الكلمة التي تكلم بها ملائكة قد صارت ثابتة وكل تعد ومعصية نال مجازات بحكم لائق، فكيف نخلص نحن متى أهملنا هذا الخلاص العظيم، هذا الذي قد ابتدأ الرب بالتكلم عنه ثم تثبت لنا من الذين سمعوا، شاهدنا الله معهم بآيات وعجائب وقوات متنوعة ومواهب الروح القدس حسب إرادته. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبا وأخوتي، أمين. الكاثوليكون فصم رسالة معلمنا بطرس الرسول الثانية، بركته علينا أمين. لذلك سوف أذكركم في كل حين بهذه الأمور، ولو إنكم عالمون وثابتون في الحق الحاضر، ولكنني أظن أنه واجب حق علي أن أذكركم ما دمت مقيما في هذا المسكن
وأن أنهضكم بالتذكرة عالما أن مسكني سينحل سريعا كما أعلمني ربنا يسوع المسيح، وأنا أسرع في كل حين لتتذكروا هذه الأمور من بعد خروجي، لأننا لم نتبع خرافات فلسفية، إذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح وظهوره، بل قد كنا معينين عظمته لأنه أخذ كرامة ومجدا من الله الآب. وإذ أقبل عليه صوتك هذا من المجد الأسنى العظيم قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي أنا به سررت، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين. الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشملين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة، فلتكون معنا آمين. أيها الرجال أخوتنا بني جنس إبراهيم والذين بينكم يتقون الله، إليكم أرسلت كلمة هذا الخلاص، لأن الساكنين في أورشليم ورؤسائهم لم يعرفوا هذا، وأقوال الأنبياء التي تقرأ كل سبت تمموها إذ حكموا عليه، ولما لم يجدوا فيه علة للموت طلبوا من بيلاطس أن يقتله، ولما أكملوا كل ما كتب عنه أنزلوه عن الخشبة ووضعوه في قبر، ولكن الله أقامه من بين الأموات، وهذا ظهر أيام كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم. هؤلاء الذين هم الآن شهود له عند كل الشعب، ونحن نبشركم بالموعد الذي صار لآبائنا، هذا قد أكمله الله لأبنائهم، إذ أقام يسوع كما هو مكتوب أيضا في المزمور الثاني: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. Yeah.
ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولآذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبة قديسك صلوا من أجل الإنجيل المقدس سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا صلموس دافيد اللي Tati nakina hanith nos etek lirono meya owa bekama hisha everek emekahi. Alleluia, Alleluia, Isus,
E consumento agio e fangen e nion e fes maro tinge vietnio genebrane me psoi sentenigum Kyrie flogison ektoka tamethion agio evangelio to ananos ma بخوف الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من إنجيل معلمنا مار متى البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميل إن شويس أواب ناتي أواب سطير أواب تيرين يسوس بي خريستوس بشير يا مبنوتي ات اون خبيون شايني بي اوفا بنوتي بي شايني تنيني تير وامين مزامير يا بينا داود النبي بركاته الرب قال لي أنت ابني وأنا اليوم ولدتك سلني فأعطيك الأمم ميراثك وسلطانك إلى أقطار الأرض مبارك الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم أوه 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 أوه
ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام هيرودس الملك، إذا مجوس من المشرق قد جاءوا إلى أورشليم قائلين: أين هو المولود ملك اليهود؟ فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له. فلما سمع هيرودس الملك اضطرب، وجميع أورشليم معه، فجمع كل رؤساء الكهنة وكتبة الشعب وسألهم: أين يولد المسيح؟ فقالوا له: في بيت لحم اليهودية، لأنه هكذا مكتوب بالنبي: وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست الصخرة بين رؤساء يهوذا، لأن منك يخرج مدبرا يرعى شعب إسرائيل. حينئذ دعا هيرودس المجوس سرا، وتحقق منهم زمان النجم الذي ظهر، ثم أرسلهم إلى بيت لحم وقال: اذهبوا وافحصوا بالتدقيق عن الصبي، ومتى وجدتموه فاخبروني لكي آتي أنا أيضا وأسجد له. فلما سمعوا من الملك ذهبوا، وإذا النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم حتى جاء ووقف فوقه حيث كان الصبي. فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا، وأتوا إلى البيت ورأوا الصبي مع مريم أمه، فخروا وسجدوا له، ثم فتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا: ذهبا ولبانا. ثم إذ أوحي إليهم في حلم أن لا يرجعوا إلى هيرودس، انصرفوا في طريق أخرى إلى قرته باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وانتم طيبين أحبائي، عيد ميلاد سعيد على كل واحد فيكم باسمكم وباسم كنيسة مرمرقس. بنقدم وبنرفع التهاني لقداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني، بابا الأسكندرية وبطريرك القراز المرقسية، ونتمنى أن ربنا ينفعنا بصلواته ويعطيه دائما عهدا سلاميا للكنيسة وشعب الكنيسة في عهده. وأيضا بنقدم التهنئة باسم الكنيسة
لكل واحد فيكم ولكل واحدة فيكم باسم الآباء الكهنة قدس أبونا إبراهام قدس أبونا مرقس وأبونا يؤنس. بنقدم لكم كل التهاني. اليوم ده يوم فريد، وزي ما حضراتكم عارفين ان احنا بنحتفل بميلاد السيد المسيح فينا، ليس فقط في وسطنا كبشر ولكن في قلب كل واحد منا. ولذلك اليوم ده بنعتبره هو بداية يوم الخلاص، بداية يوم الخلاص، لأن يوم الخلاص ابتدى بمجيء المخلص. ولذلك نحن نعيش هذا اليوم إلى أن يأتي اليوم الآخر وهو يوم الدينونة. فاليوم هو يوم مقبول، اليوم هو يوم خلاص. ولذلك أرجو أن حضراتكم تنتبهوا أن ميلاد المسيح في قلوب كل واحد مننا أو قلب كل واحد مننا يعني أننا أصبح لي ابن، وهذا الابن هو المخلص. هنستمع مع بعض للرسالة البابوية اللي بعتها قداسة البابا توادروس لكل الأقباط في أنحاء العالم، ونستفيد من حكمة وكلمات الروح القدس على فم أبينا صاحب القداسة. الإله الواحد أمين. في بداية العام الجديد 2019 أهنئكم جميعا بعيد الميلاد المجيد، وأرجو للجميع كل خير وكل بركة في كل مكان. أرسل تهنئتي القلبية وتهنئة كل الكنيسة هنا في مصر، أرسلها إلى الجميع، إلى جميع الأباء المطارنة والأساقفة وكل الأباء الكهنة والشمامسة، كل الخدام والخادمات والأراخنة ومجالس الكنائس، وإلى كل الشباب، وأيضا إلى كل الشعب وكل الأطفال في كل كنائسنا القبطية في سائر قارات العالم، في أمريكا الشمالية والجنوبية، وفي أوروبا، وفي أفريقيا، وفي آسيا، وفي أستراليا، وفي كل الأماكن التي يتواجد بها الذين يحتفلوا بعيد الميلاد المجيد بحسب التقويم الشرقي. عاش الإنسان بعد أن خلقه الله وأراد له أن يكون إنسانا كاملا، يعيش في إنسانية كاملة، وأعطاه وزوده بكل المواهب الكثيرة. ولكن هذا الإنسان قبل الخطية وكسر وصية الله وعاش في ظلمة، وهذه الظلمة نسميها الظلمة الروحية. عاش فيها الإنسان، وبعد أن كان يتمتع بالحرية وبالحب وبالوصية اختار أن يعيش في الفراغ وفي اليأس وفي الخطية، فقد الرجاء وعاش في الإحباط، وامتدت الخطية وانتشرت إلى كل العالم، وصار تعبير الكتاب المقدس الجميع زاغوا وفسدوا وعوزهم مجد الله، وانهارت إنسانية الإنسان، وفقد الإنسان أهم ما عنده هو الإنسانية، وصار الإنسان رويدا رويدا وجيلا بعد جيل يفقد إنسانيته ويجف في الحب الذي يعطيه هذه الإنسانية، وصار الإنسان جائعا إلى الحب. وهذا الجوع إلى الحب جعله يعيش في هذا الفراغ
الكبير جدا رغم تقدم العالم بكل التواصل الشديد بين كل أطراف المسكونة. وأين العلاج؟ كان العلاج هو الحب، أن يأتي من يقدم له الحب وأن يأتي حبا فيه. فجاء السيد المسيح كما نقرأ في الإنجيل المقدس: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. وجاء السيد المسيح يقدم لطفا وحنانا وحبا، وكان قصده من كل هذا أن يرجع الإنسان إلى إنسانيته، ولم يكن هناك سبيل إلا هذا الأمر، أن يتواجد الله معنا. فصار عمانوئيل، الله معنا، والكلمة صار جسدا في وسطنا. لم يرسل الله ملاكا ولا رئيس ملائكة ولا نبيا ولا رجل سياسة ولا سفيرا، ولكن جاء بنفسه. جاء لأن الله يحب الإنسان بالحقيقة وليس بالكلام. ولذلك نحن نحتفل في كل سنة بعيد الميلاد، نحتفل بعيد الميلاد وتتجدد هذه المناسبة كأننا نجدد العهد بالله الذي أتى حبا فينا يقدم لنا الحب لكل أحد. في الميلاد المجيد نراه يحب القرية الصغيرة بيت لحم، ويحب المدينة الكبيرة أورشليم. نراه يحب الرعاة المنسيين وسط زحام البشر، ونراه في نفس الوقت يحب المجوس الذين في بلاد بعيدة عن اليهودية وعن أورشليم. يحب العذراء، الفتاة الفقيرة واليتيمة، ويحب في نفس الوقت المرأة المترملة حنة النبية. يحب يوسف النجار الشيخ الوقور حارس سر التجسد، ويحب أيضا الشيخ الوقور القديس سمعان الذي انتظر مجيء المسيح. لقد أحب الإنسان كله وجاء لكي يشبعه من الحب، الحب الذي يحتاجه الإنسان لكي ما يعود إلى إنسانيته. لذلك في عيد الميلاد المجيد الله يرسل حبه إليك إلى كل أحد، يرسل هذا الحب ويقول لك أن الله ليس بعيدا عنك، يقول أن الله لا ينساك أبدا، يقول لكل أحد أن الله لا يكره إنسانا، هو يكره خطية الإنسان ولكنه يحب الإنسان ذاته. هو يبحث عن كل أحد، هو جاء لكي يملأك رجاء وفرحا وتهليلا. الله بالحب يعيد إنسانية الإنسان. ولذلك أيها الحبيب في كل مكان احترس أن يجف قلبك من الحب، احترس أن يكون قلبك دائما دافئا بالحب الذي يقدمه المسيح لك. اعرف أن الأمور العصرية التي نتعامل معها والتواصل الواسع الموجود في العالم كله الذي جعله قرية صغيرة، ولكن الإنسان من كثرة تعامله مع الآلات الماشينز جف قلبه من الحب، وازدادت ضعفات كثيرة أمام الإنسان، ازداد ضعفه في علاقاته مع الآخرين وفي حبه للآخرين وفي حبه للحياة. نجد في العالم الزياد في العنف والزياد في الجريمة والزياد في الإرهاب والزياد في التفكك الأسري والانحرافات المتعددة، كل هذا لأن قلب الإنسان جف من الحب. ولذلك فرصة عيد الميلاد هي فرصة ورسالة لكل أحد فينا أن يأتي ويشبع من هذا الحب، كما يقول السيد المسيح في العزة على الجبل: طوبى للجياع والعطاش إلى البر، إلى المسيح، إلى الحب، فإنهم يشبعون. أهنئكم أيها الأحباء بهذا العيد وبفرحة الميلاد المجيد. نتذكر أحبائنا الشهداء
الذين يفرحون أيضا بوجودهم في السماء، ونتذكر المصابين ونصلي من أجل شفائهم، ونصلي من أجل سلام العالم كله، من أجل بلادنا في مصر، من أجل كل إنسان، من أجل كل كنيسة، من أجل كل خدمة، ونصلي أن يرسل الله هذا الفرح لكل أحد، كما تقول أنشودة الميلاد: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة وبالناس الفرح. تحياتي وكل أمنياتي لجميعكم، رجيا لكم أياما مقدسة في هذا العام الجديد وفرحة الميلاد التي تملأ قلوبكم جميعا، وتستطيعون أن تنقلوا هذا الفرح وهذا الحب لكل أحد، لكل المجتمعات التي تعيشون فيها. يبارك الله حياتكم، ويبارك كل ما تمتد إليه أيديكم، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين. خمن كريا ليسون كريا ليسون خنؤمث بي بالحقيقة نؤمن بإلهٍ واحد الله الآب رب الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود للآب قبل كل دهور، نور من نور، لا حق من لا حق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن غير الغراء وتأنس وصلب على الأرض زاوس البنطي تألم وكبرى وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس على يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي ليدين الحياة والأموات الذي ليس من فيه كلا نعمهم بالروح القدس رب المحن بصك الاب نزل الله مجده مع الاب والاب الناطق الانبياء والكنيسه واحده مقدسه جامعه رسوليه ونعترف معموديه واحده نغفر الخطايا وننتظر قيامه الاموات وحياه الدار الاتيه امين.
Ειρήνη πάση και το πνεύμα τη Για قبل الإنسان على غير فساد والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملأت الأرض من السلام السمائي هذا الذي أجناد الملائكة يمجدونك بقائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المساء السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسول سلامك وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن يقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير انطراح في دينونة من موهبتك غير المائتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا تقدموا على هذا الرسم قفوا برعدة وإلى الشرق انظروا نسيت لشفاعة والدة الإله القديسة ما
اسم طاعة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب الإله الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى الجالس على عرش مجده المسجود له من جميع القوات المقدسة أيها الجلوس كفوا الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة والرئاسات والسلطات والعروش والربوبيات والقوات وإلى شرك انظروا الشيروبيم الممتلئون أعينا والسرافيم ذو الستة الأجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت قائلين الشيروبيم يسجدون لك والسرافيم يمجدونك صارخين قائلين قدوس 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 رب السماء
قدوس قدوس بالحقيقة يا رب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم وعندما خالفنا وصيتك بهواية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس الظلمى ظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة ماريا وصيرنا طارا روحك القدوس هذا الذي أحب خاصة الذين في العالم بذل ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا هذا الذي كنا ممسكين به مبيعين من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم قبل الصليب حقا على يدي الطاهرتين اللتين بلا عيب
ولا دنس الطغاويتين المحييتين. نؤمن أن هذا هو بالحقيقة السماء إليك يا الله أبا وسيد كل أحد وشكرا. آمين. وباركه. آمين. وقدسه. ورسل إلى طار قائلا خذوا كلوا منه كلكم هذا هو جسدي الذي أقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوا لذكري. هذا هو بالحقيقة بعد العشاء مزج من عصير الكرمة والماء شكرا. آمين. وباركه. ورسل إلى طار قائلا خذوا واشربوا منها كلكم هذا هو دمي الذي العهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوه لذكري. هذا هو أيضا بالحقيقة. آمين. كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني لأن أجيء. آمين آمين آمين. بموتك يا رب نباشر وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى السماوات نصنع ذكرى آلامه المقدسة وقيامته من الأموات وصعوده إلى السماوات وجلوسه عن يمينك أيها الآب وظهور السانلات من السماوات المخوف المملوء مجداً نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال اسجدوا
الله بخوف ورعدات. آمين. أسألك يا رب إلهنا نحن عبيدك الخطاة غير المستحقين نسجد لك بمصرة صباحك ليحل روح قدوس علينا على هذه القرابين الموضوعة ويطهرها ويوقظها وزر قصر. لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البات. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. صلوا من أجل سلام كنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسة. هيا يا رب ارحم. هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام وكل الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها. وأولا اذكر يا رب أطرياركنا الأب المكرم رئيس الكهنة البابا الأنباء طادروس الثاني وإخوته الروحيين ماري إغناطيوس إفرام الثاني بطريرك أنطاكيا وأبونا متياس الأول بطريرك إثيوبيا وأبونا أنطونيوس بطريرك إريتريا. صلوا من أجل رئيس كهنتنا البابا المكرم البابا الأنباء تودروس الثاني بابا وبطريرك ورئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وأخوته الروحيين ماري أغناطيوس إفرام الثاني بطريرك أنطاكيا وأبونا الأنبا متياس بطريرك إثيوبيا وأبونا أنطونيوس بطريرك إريتريا وسائر سقفتنا الأرثوذكسية. يا رب يصلون معهم كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على كنيستك المقدسة يرون قطيعك بسلامين. اذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة. صلوا من أجل القمامسة والقصوص والشمامسة والإيبوذياكونين وسبع طغمات كنيسة الله. يا رب ارحم.
وكل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب أن ترحمنا كلنا معا. ارحمنا يا الله خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل أديرة آبائنا الأرثوذكسيين. صلوا من أجل خلاص العالم ومدينتنا هذه وسائر المدن والأقاليم والجزائر والأديرة. تفضل يا رب أويات السماء ثمرات الأرض ومياه الأنهار والزروع العشب ونبات الحقل في هذه السنة باركها. اطلبوا عن أويات السماء وثمرات الأرض وصعود مياه الأنهار والزروع والعشب ونبات الحقل في هذه السنة لكي يبارك المسيح إلهنا ويتحنن على جبلة التي صنعتها يداه ويغفر لنا خطايانا. مقدار يا كنعمتك فرح وجه الأرض لروح حرثها تكثر أثمار وعدة للزرع والحصاد ودبر حياتنا كماليك. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن عين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد املا قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن ايضا اذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. رب ارحم. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السماء. صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموا يا رب. لأن هذا يا رب أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء آبائنا الأطهار وأسائل آباء والأنبياء والرسل المبشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان وبالأنكثر القديسة المملوءة مجداً العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة والقديس يوحنا السابق الصابئ والشهيد والقديس طفانوس رئيس الشمامسة والشهداء وناظر إلى إنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد والبطر القديس ساويروس معلمنا ديوسكوروس
والقديس أثناسيوس الرسول والقديس بطرس الشهيد الطاهر رئيس الكهنة والقديس يوحنا ذابي الفم والقديس تيودوسيوس والقديس تيوفيلوس والقديس ديمتريوس والقديس كيرلوس والقديس باسيليوس والقديس غروريوس الناطق بالإلهيات والقديس غروريوس صانع العجائب والقديس غروريوس الأرمني والثلاثمائة والثمانية عشر مجتمعين بنقيا والمائة وخمسين بقسطنطينية والمائتين بأفاسوس وأبان الصديق العظيم أبا أنطونيوس والبارم بابولا والثلاث أنبا مقارات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب وأبان أنبا يونس القمص وأبان أنبا بشوي البار رجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح وأبان أنبا بولا طمويو حسقيا تلميذه سيدي الأبوين القديسين الرومية ماكسيموس ودومانيوس والتسعة والأربعين شهيدا شيوخشيت والقول القديس أنبا موسى وحنس كامل قيس وأبان أنبا داني القمص وأبان أنبا إسيزيرس القيس وأبان أنبا بخوما بالشركة تدرس تلميذه وأبان أنبا شنود رئيس المتوحدين وأنبا ويسا تلميذه وكل مصاف قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدس الذي ضايع علينا القارئون فليأكلوا أسماء بني البطرك الكديسين الذين رقدوا الرب ينيح نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الآباد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا المكان احفظنا في إيمانك وانعم لنا بسلامك إلى التمام كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس
السلام أم للكون ولروحك أيضا. أيضا فلنشكر الله ضابط الكل وربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا لأن نقف في هذا الموضع المقدس نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. وأيضا فلنسأل لجعلنا مستحقين شركة وصول أسرار الإلهية الغير الميتة. كل راب إلهنا آمين آمين. صلوا يا رب ارحم. البركة والسلام يسوع المسيح الكلمة الذاتي. يا ليسون كير يا ليسون يا رب ارحم. عين في حضنه الأبوي كل حين أتى وحل في الحشى البتولي غير الدنيس، ولدت وهي عذراء وبتوليتها معصونة. صارخين قائلين قدوس 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 رب الجنود، السماء والأرض مملوءتان من مجدك الأقدام. نحن الضعفاء الخطاه
اجعلنا مستحقين معهم يا سيدنا الصالح محب البشر، جاي بقلب طاهر نسبحك معه مع الروح القدس الثالوث القدوس المساوي، نرفع عيوننا إلى فوق إليك أيها الآب القدوس الذي في السماوات ونقول: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفانا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأنك الملك وهو المجد. Christos, Jesus, be. حيث كسر الاسم تكسر هناك نعمتك لأجل خطاياي، خاصة نجاسات قلبي لا تمنع شعبك من نعمة روح القدوس. حالنا حال الكل شعبك من كل خطية من كل عنا من كل بخور، أن معنينا رب عقل وقوة وفهم من نهرب بالتمام من كل أمر رديء، وامنحنا رب أن نصنع مرضاتك كل حين. اكتب أسمانا مع كل اسم قدسي ملكوت السماوات، مرضى شعبك يا رب اشفيهم، الحزان يا رب عزيهم، المتضايقين فق ضيقاتهم، كل الحاضرين معنا هذه الصلاة باركهم، الذين طلبوا منا أن نذكرهم في صلواتنا كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها، صوتي سامين كتب دماتي صمت ابو ثيو براس خمين كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون القدس القديسين بارك رب يسوع المسيح وقدوس الروح القدس امين. واحد الروح القدوس، واحد الروح القدس، واحد الروح القدس امين. ويني باسي كتب نام ما دم كريم حقيقي يسوع المسيح ابن الهنا امين. آمين. قدس وكريم جسد
المسيح ابن الله آمين. اعترف الى النفس الاخير ان هذا هو الجسد المحيب الذي اخذه ابنك الوحيد ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا وملكتنا كلنا والتي للاقدسه الطاهره مريم جعله واحدا مع لاهوتي بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس المنتي سلمه عنا على خشب الصليب المقدسة بإرادة وحده عنا كلنا حقيقة ومن أن لاهوت لم يفارق ناسوته لحظة واحدة طرفة عين يعطانا خلاصا غفرانا للخطايا حياة بديه لكل من يتناول من أمين 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 أن هذا هو بالحقيقة أمين 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 أن هذا هو بالحقيقة أمين أطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون معكم رتلوا بنشيد الليل يا صلوا من أجل التناول باستحقاق من أسرار المقدسة الطاهرة السمائية يا رب ارحم
Oh,
وطلبوا هوب قللوا يا سبحوا بالمزمار والقصار هللويا هللويا يسوع المسيح ابن الله ولد في بيتنا سبحوه بالضفوف والصفوف هللويا هللويا يسوع المسيح ابن الله ولد في بيتنا سبحوا بأوتار وأرغون هللويا هللويا بسنوك حسنات الصوت هللويا هللويا يسوع المسيح ابن الله ولد في بيت الله سبحوا بسنوك التالي فلتسبح اسم الرب إلهنا هللويا يسوع المسيح ابن الله ولد في بيت الله سبت لي كأيوك أجيو ابن ماتي هللويا يسوس بكريسوس بشيري من نوتي في انتظمان بالدلين كانين كاي كيسوس يانا سونيانا نامين هللويا بالليلويا إيسوس بخريستوس بشيري أمام نوتي صوتي ميرونو ناينان جفز مروت جميوت نمشيري نام بابن ما صواب تترياس جيك فوق تنوش تموس تنتيونا ألفت فايبي مجد الله وأردت للمال
المسيح عاد وام لأنه أكمل وعده وأوفى في صوت التهليل وبشر الرعاة الأغنام إذ بجميس إمانوئيل جميع اللغات تصرخ بالصياح المجد لله في العلا وعلى الأرض سلام وفي الناس بهجة وأفراح حينئذ إليه المجوس من المشرق باهتمام وسجدوا لاسمه القدوس قرنوا له بعظيم إيمان وقدموا قرابين بالتمام مراً وذهباً ولبان أخبرنا ببيان حين رأى وحيه باستفهام حجراً قطع بغير يد إنسان في دعيت يا بيت لحم إفراثة وتشرفت بأسرار عظام سيدنا منك رتل فيك ميخاوس ونطق بخفيات عظام على مولد بشويسوس في زهرات نبعت من بيت داود وكوكب أشرق من إبراهيم وقد تم الوعد الموعود فيه سلوم ويوسف النجار
قد نالوا كرامات عظام ومجد الرب عليهم نار في أشعيا نطق بسرور وافراح عذراء في عقاب الأيام تلد راعي شعبه بصلاح فيه